a servant. Often used as a derogatory term, but what does it mean when we are the servants of the Ahlul Bayt, peace be upon them? Join me as I explore in search of the servants of Imam al-Hussein alayhi salam through the towns and cities of Europe, searching for an answer to my question as to why we serve the Ahlul Bayt. We're just pulling up to the center here in Munich, Germany, and we'll just wait to see what we have in stock here, because from what we've heard is that it's a very small community, which is good because we're going to get a something different. Because in London the communities are a lot bigger, and you can see the work that's being done in the community. Like we had in Zurich and in Paris, the communities were a lot smaller. So we had a nice, range of opinions on that matter. Hopefully we get another answer here, and then we can, build a correlation on the answers that we get in the regards of service towards the Ahlul Bayt, inshaAllah. Here we go. The center and caught them in the middle of their prayer, actually Salat al-Maghrib. So we asked one of the servants, and straight after the Salah, inshallah, Salat al-Isha, they will go to Da'a al-Kumail, and then after Da'a al-Kumail, inshallah, there'll be a majlis for the martyrdom, the remembrance of Umm al-Bani, which is actually amazing that we're here to witness that, because the reason we're here, like mentioned before, is to see what motivates people to revive the rituals of the Ahlul Bayt, and what pushes them to do these majalis, even in remote places like this. So we'll see what happens, inshallah. أسألك بجودك أن تدنيني من قربك، وأن توزعني شكرك، وأن تلهمني ذكرك. اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الذنوب. واو، عشان المسجد كأني أكلت وشربت. بعد شافها القطعة مكتوبة صلى وكمل، فقال لهم عمي منو هذا الشيخ؟ منو القيم على المسجد؟ قال له ولا هذا فلان. قال له عمي شنو هذا المسجد؟ مسجد كأني أكلت وشربت، شنو؟ أكو شيء؟ قال له نعم، هذا اللي بناه الله يرحمه كذا هو اختار هذا السبيل وفي هذا التوجه إلى أمواتكم. شيعة أمير المؤمنين السادات. آية منها الآنين لعطش كربلاء سلام عين. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. قال الله تعالى في محكم كتابه العزيز: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. إحدى شعائر الله التي تحيا في هذه الحسينية، حسينية الإمام الهادي عليه السلام في ميونخ، هذه المنطقة التي هي فيها من محبين وشيعة أهل البيت العدد القليل حقيقة قياسا بباقي مدن أوروبا، لندن أو غيرها من المدن الكبيرة، وكمراكز إسلامية كحسينيات تهتم بمحبين وشيعة أهل البيت. على مستوى العراقيين فقط هذه الحسينية لا غير، وهذا المركز الإسلامي. باقي محبين أهل البيت يعني الإيرانيون أو هم الأفغان الذين يتكلمون لغة واحدة، لديهم كان موقع أو مركز إسلامي تابع إلى القنصلية الموجودة هنا، وقبل أسبوعين تقريبا أغلقت هذا المركز الإسلامي. وفي هذا المكان يعني وكذلك الأخوة الأفغان كان عندهم بعض المراكز حاليا مغلوقة وأغلقت. يعني الإشعاع الوحيد لفكر أهل البيت ولمحبيهم هو هذا المكان، رغم صغره وقلة الإمكانيات الموجودة، لكن بحمد الله وتوفيقه مستمر العطاء من محبين أهل البيت، ودوام استمرارية الضيوف وخطباء المنبر الحسيني على هذا المكان من السيد مرتضى الكشميري الله يحفظه، كم مرة زار هذا المكان، وغيره من الخطباء ورجالات الدين يزورون هذا المكان لتنشيط وبعض الاحتياجات المهمة إقامتها، ودعمهم بهذا الدعم المعنوي، كذلك دعم المادي. هم الموجودون في هذا المكان هم يعني عن طريق اشتراكهم الشهري ودعم هذا المكان. وهذه المدينة مع الأخوة قد ما يعلمون بعض تفاصيلها، تعتبر من يعني أماكن الموجودة فيها كشراء من أغلى يعني مكان في على مستوى العالم، بعد طوكيو كما يقولون. يعني كسعر شراء المتر الواحد قد يصل أكثر من 10,000 يورو المتر الواحد، فغالية جدا، ومن الصعوبة شراء مكان في هذه المدينة. قد يكون في باقي مدن ألمانيا الأمر أهون وأسهل وأيسر، لكن في هذه المدينة من الصعوبة بشكل ومكان. ويعني مسعى لازلنا نسعى، كل الأخوة الحاضرين في هذا المكان اللي هم لديهم الإمكانية يدعمون، لكن يعني يحتاج بعد أكثر جهود مضاعفة من أجل دعم وإعطاء الزخم العالي لشيعة أهل البيت. وبحمد الله وبتوفيقه يعني ما توجد مناسبة لولادات أهل البيت أو وفياتهم أو المناسبات الوطنية إلا وتحيا وتذكر، ومن أجل يعني تقوية إيمان المؤمنين، زيادة إيمانهم، باعتبار كما بدأنا الحديث بالبداية الكلام أنه هذه من شعائر الله، وهذه الشعائر كيف تحيا. وقد ورد عن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم: أحيوا أمرنا رحم الله من أحيا أمرنا. قيل لهم: كيف يحيا أمركم يا ابن رسول الله؟ قال: أن تتعلموا علومنا وتنشروها. وبحمد الله هذه أثمرت، هذا القضية أثمرت، يعني تجد في هذا المكان من يحضر من المستبصرون الذين كانوا على الفكر الآخر، فكر المخالف، فكر البعيد عن أهل البيت. عندما حضروا في هذا المكان استطاعوا أن يشعروا بدفء الإيمان وحرارة الإيمان ومحبة أهل البيت ومعارف أهل البيت، استطاعوا أن يصلوا ويتغير منهجهم وعما كانوا يعلمون أو يعرفون عن معرفة سطحية عن أهل البيت، وتغير منهجهم. ويعني ليس بالقليل من هم استطاعوا أن يعني يلتحقوا بركب أهل البيت وبشيعة أهل البيت وبمحبيهم، وموجودين حقيقة. اليوم ما كان ذلك الحضور الكثير لأنه يوم عمل، بالغالب مناسباتنا نحاول قدر إمكاننا يعني نؤديها ونقوم بها في الأيام التي هي سبت على أحد، بهذه الأيام اللي يصير بها عطل ممكن الإنسان يعني يصير حضور أكثر وتجاوب أكثر، باعتبار هنا الظروف يعني الناس المرتبطين بأعمالهم صعب الحضور لهم. ومع هذا وبحمد الله وتوفيقه يعني تجد يعني هذه الديمومة وهذا الحضور تشعر بتلك الثمرات الإيجابية لروحية الإنسان، لمعنوياته، لإيمانه، يرتقي ويرتفع إذا الإنسان حضر في هذه المجالس. واليوم كان أحد المجالس التي أقيمت في هذا اليوم في ذكرى وفاة أم البنين رضوان الله تعالى عليها، وبحضور سماحة السيد علي الحسني قد حضر في هذا المجلس. إن شاء الله يوم غد صلاة جمعة مقامة على مدار منذ تقريبا من سنة 2008 لحد الآن، هناك استمرارية في ديمومة في هذا المكان لإقامة صلاة الجمعة والجماعة، حضور في هذا المكان. وبحمد الله الحضور ليس بالكثير، لكن وبحمد الله وبفضله يعني قد مستوفي يعني ما يقومون به. هنا الأمر من الصعوبة، ليس بالهينة باعتبار أيام الجمعة ليس يوم، هو يوم عمل في ألمانيا وليس يوم عطلة كما في بلداننا الإسلامية هناك. وهذا الأمر الذي هو يعني من مدعاة فخر محبي أهل البيت، وأنهم يقومون بهذا المجلس في هذا بلاد الغربة، في بلاد لا تنتمي لمجلس أهل البيت، بلاد كافرة أساسا، نهجها يختلف عن هذا. ومن الصعوبة خاصة في هذا المكان في مدينة ميونخ، صعوبة يعني تأخذ إجازة في فتح مركز إسلامي أو مسجد إسلامي، هناك صعوبة ليست بالهينة، يفرق عن باقي الأماكن التي هي في وسط ألمانيا وشمال ألمانيا والمناطق الأوروبية الأخرى التي هي كذلك من جانب الإجازة القانونية، وكذلك من جانب آخر من جانب كما ذكرت قبل قليل أنه السعر قطعة الأرض سعر فاحش جدا في الغلاء، وهذا الأمر الذي هو بعض الأحيان يعطينا فد نوع من العوائق التي يعني فتحت مشاريع إسلامية تفيد الجالية الإسلامية الموجودة في هذا البلد. وخاصة قبل سبق أن قلت أنه الحضور هنا في هذا المكان أو في هذا البلد شيعة أهل البيت محبيهم من جميع الجنسيات يحضرون في هذا المكان، ما عندنا فقص، وإن كان المكان مفتوح باسم العراقيين لكن هو مفتوح لكل الأخوة. كان اليوم الأخوة اللي كانوا حاضرين موجودين من الأفغان، من باكستان، من قسم منهم لا يفهمون اللغة العربية، مع هذا يحضرون تبركا لهذا المكان. يعني هذه العقيدة تربطهم بأهل البيت تجعلهم يحضرون وإن كان لم يفهم. ومع هذا بعض الأحيان تقرأ كذلك مجالس إذا كان الحضور لا بأس به من الأخوة الأفغان أو الإيرانيين أو التركمان بلغتهم حتى يفهموا، بس يعني هي إنسان فد برنامج عمل لهم إذا كان المحاضر عنده هذه القابلية وعنده يتكلم بعض اللغات. فالمكان ليس منحصرا بالعراقيين كذلك، لا، مفتوح على المكان، ولا أحد يعني يعترض من الأخوة الحاضرين أو القائمين على هذا المكان في استقبالهم أساسا ويرحبون بهم أجمل ترحيب، لأنهم بالنتيجة هو انتمائهم انتماء واحد، هم شيعة أهل البيت ومحبيهم. ويحصل على الإنسان المؤمن الذي يبغي الأجر والثواب الجزيل أنه يحتضن هؤلاء، وقد ورد هؤلاء هم أيتام آل محمد، هؤلاء الأيتام الذين يرعاهم الإنسان ويعلمهم ثقافة أهل البيت. في هذا البلد اللي فكرة منهجة يختلف 100% عن يعني فكرة أهل البيت، وبحمد الله قد الإنسان إذا حضر في هذا المجلس سوف يستزيد إيمانا وكما هو حاصل من الأخوة إن شاء الله. هناك مدرسة كذلك أنشأها المركز لرعاية الأولاد لتعليمهم اللغة العربية منذ فترة، منذ أيام التأسيس الأول كان ذاك الحضور ذاك الوقت أعداد قليلة 10-15 نفر، الآن الحمد لله جاوزت 200 نفر حضور به المدرسة، مدرسة ترعى من يريد أن يتعلم اللغة العربية كذلك نهج أهل البيت ومحبتهم ومعارفهم، حتى يستزيد الإنسان معرفة وحبا وشوقا لهم وعلى منهجهم الذي هو منهج الإسلام الأصيل، منهج أهل البيت، منهج ليس منهجا يعني مختلفا عن يعني ما هو متعارف عند المسلمين، منهج الحب والمحبة والإخاء والدعوة إلى الآخر بالتي هي أحسن، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، هذا هو منهجهم صلوات الله وسلامه. حتى مع من هم على خلاف معهم، على غير منهجهم، على غير طريقتهم، هذه دعواهم. وكذلك هذا المكان هو هذا منهجه، هذا وهذه طريقة عمله، دعوة الآخر، الانفتاح على الآخر، استقباله، الترحيب به وتعليمه منهج أهل البيت وثقافتهم التي هي ثقافة الإسلام الأصيل. يعني أنا ما أدري هذا الأخوة يعني الحاضرين كانوا هنا في هذا المكان اليوم، كان هناك هذا المجلس المبارك كذلك إحياء لهذه المرأة الصالحة الطاهرة أم البنين، كان كذلك سماحة السيد علي الله يحفظه قام بدور جميل في يعني إشراقة صورة ومنهج أهل البيت عليهم السلام، في التعريف به، في ثقافتهم، في ضرورة الحضور لهذه المجالس لحتى يحصل الإنسان على تلك النورانية من هذا الحضور. وقد ورد في أخبار أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم ذلك الحديث الجميل الذي فوج من الملائكة يصعد يرتقي إلى السماء يلتقي بفوج آخر وإذا بهم يقول لهم نشم فيكم رائحة ما شممناها من قبل، قالوا كنا في مجلس تذكر فيه مناقب علي عليه السلام وأهل بيته الطاهرين. قالوا فدعونا نذهب إلى ذلك المجلس، قالوا لقد انفضوا فض ذلك المجلس، قالوا فلنذهب إلى ذلك المجلس لعلنا نتعطر بذلك المجلس في حضور ذلك المجلس، فقط الحضور ما بقي من آثاره. فلأهمية يعني حضور هذه المجالس، تنوير الإنسان، إشراقة نوره، روحانية قلب الإنسان، قلب الإنسان فيها يصدأ يصيبه الصدأ، قل القرآن بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. هذا الرين كيف يزال؟ كيف يكشف عنه؟ في التعرف على حقيقة أهل البيت، مقامهم عند الله سبحانه وتعالى في هذه المجالس. صحيح وبحمد الله اليوم القنوات الفضائية من ضمن هذه القناة المباركة كثيرة وبحمد الله تنشر علوم أهل البيت، لكن الحضور في المجلس له أثر آخر، لأنه ورد في أخبار أهل البيت إذا التقى المؤمنان وتصافحا تساقطت ذنوبهما وإذا تعانقا غمرتهما الرحمة. هكذا تجد الأحاديث، من نظر إلى أخيه المؤمن نظرة يوده فيها نظرة عبادة، يعني هذا أحاديث تعطي للإنسان صلاة الجماعة التي هي من الفرائض التي فيها الأجر والثواب ذلك العظيم، لا يستطيع الإنسان أن يؤديها وهو في بيته، لابد أن يحضر إلى ذلك المكان حتى لو كان ذلك المكان صغيرا أو قليلا. أن ورد في الأخبار في رواية أهل البيت إذا كان عدد المصلين 10، عدد المصلين كان 10 من ضمنهم الإمام، يعني ما يستطيعون لو كانت المداد ولو كانت الأشجار أقلاما والمداد والبحار مدادا على أن يحصوا ثواب ركعة واحدة ما أحصوها. هذا الأجر والثواب العظيم الذي قد يحصل عليه الإنسان لا يستطيع أن يحصل عليه إلا في حضوره في هذه الأماكن، أماكن العبادة، حسينيات أهل البيت، مراكزهم، أماكن تواجد المؤمنين، تحصل له ذلك الأجر والثواب العظيم والجزيل. كأني سافر، كان ما أدري شنو، كأني يجمع 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 شوية ما أدري سنتين ثلاثة 50 الله اللي عليه يجمع، فكم دقت واسترقت فضول العيش أعناق الرجال. ايش قد عندنا يعني الزايدات وش يسمون كماليات، كمال احسن كماليات دقايق وما ادري شنو وما ادري شنو كماليات، وهذا رخيص وهذا غالي وهذا شنو. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على اشرف خلقه محمد واله الطيبين الطاهرين. الحقيقة الحديث عن مراكز اهل البيت والحسينيات في عموم أوروبا وبخصوص في ألمانيا وبالذات في مدينة ميونخ حقيقة له شجون. فكانت أول جمعية اللي هو تأسست هي بحدود 1997، كانوا الأخوة هم سباقين قبلي، أنا كنت يعني 1999 أنا كنت خادم بهاي الحسينية، بس هم من قبلها أخوتي كانوا متواجدين ب 1997، وكانت حقيقة مع الأخوة الأفغان، في طابق للأخوة الأفغان وطابق أن للعراقيين. معاناتنا هي بالنسبة إلى تجمعات الأفراد، بأعداد مثلا اللي يوصل إلى 100 نفر أو 70 أو 50 نفر. تعرفون بأوروبا القانون من ناحية المكان، من ناحية الصوت، من ناحية الطبخ، من ناحية عدد الأفراد، وبالنسبة للقانون ما يسمح أنه أنت في على المتر المربع يكون عندك أكثر من شخص، يعني مساحة 50 متر ما من حقك أنه 50 متر ويا الخدمات يعني المطبخ وغيرها ما 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 مسموح لك إلا حدود 18 شخص. يعني هاي أول مشكلة هي موجودة بالقانون الحقيقة هنا في هذه المدينة وبعموم أوروبا. المشكلة الثانية هي كانت مسألة الصوت، تدري تجمع أخوتنا وأيام المناسبات، أيام محرم، أيام شهر رمضان، أيام المناسبات العادية من يكون الصوت عالي هذا يسبب مشاكل مع الجيران، ومن ثم تجي كثير من الشكاوي. الشغلة الأخرى اللي هي هم مسألة الطبخ، لأنه أغلب الأماكن ذي ما بتكون مجهزة أنه بتكون عنوان حسينية، هو يعطيك أنه مطبخ لاستخدام شخص، يعني تسوي مقدار شاي مع الشخص، سوى أكل مع 4-5 أشخاص، بس أيام المناسبات يصير إحنا حضور 100-150، فالطبخ هم مشكلة. حقيقة المشاكل هي اللي كانت تواجهنا ولا زالت. من ثم ترتيب العوائل، بالنسبة للعوائل أغلبيتهم هم حقيقة للضيق السكن، فمن يجي إلى المراكز يجي الحسينية، الأولاد والنساء يعتبر فد هو متنفس يعني، وحتى الشباب. فالأطفال يجي هنا يشوف مساحة شوية أكبر من بيته، فيحاول حقيقة يلتقي ويا بقية الأطفال، يحاول يلعب، يحاول يتنفس، بس حقيقة هذا ما يسمح ويا وضع المكان، باعتبار هو جاي إلى مجلس أو جاي إلى صلاة أو جاي إلى دعاء، فالطفل يتحرك في الشكل اللي يعتبره نوع من المتنفس له. المشكلة الأخرى اللي هي هم واجهتنا حقيقة بخصوص هذه المكانات والتجمع، الأخوات أغلب يعني احنا هذا مكاننا ما بي للأخوات، بس إنه ليش؟ إنه هو أساسا بشكل ما سبقني حاج علي النجفي بالحديث عن صعوبة المكان وصعوبة إيجاد المكان وغلاء المكان، وأغلب الجهات أو أغلب صاحبين الأملاك ما يحب يعطيك هذا المكان لاستخدامه لتجمع يكون هو ذا طابع إسلامي، أو تجمع يكون ذا طابع أجنبي، يعني فد مجموعة 60-70-80 نفر يتجمعون من ثم يعني بالنسبة لهم هاي فد مشكلة. فهذه حقيقة واحدة من الأمور اللي واجهناها. بالأثناء حقيقة حاولنا إيجاد حلول. الحل الأول اللي أنه أوجدنا أنه أسسنا مدرسة بلشت في أعداد قليلة، الحمد لله هسه مشت، حاول أنه نحل مشكلة الأطفال. الأطفال عندها هي مشكلة أنه هي عملية عدم فهمه للمجلس، هاي المشكلة يعاني من عندها كل الأطفال في أوروبا. يعني هو بالبيت الحديث اللي يعني يتناوله ويا أمه وأبوه ما يتجاوز، إذا تجي بقاموس اللغات 100 كلمة اللي يستخدمها بالبيت. يجي للمجلس، المشكلة بالمجلس أنه الخطيب من يجي يحاول يرتقي بالمجلس إلى فد نوع من الشعر ومن القرآن ومن الحديث الأدبي، بحيث يكون فد مستوى حتى أعلى من الحاضرين. فكيف ذول الأطفال شلون يفهم هذا الحديث؟ الأغلبية هو حسب دراساتنا ومن ثم لقاءاتنا توصلنا أنه هذول 90% من الحديث هو ما يفهمه، فيجي ربع ساعة نص ساعة يتململ. قامت الزهرة وجاءت معها تندب الأضلع ثم المنحر، بوركت أحزانها أم البنين. بسم الله الرحمن الرحيم, mein Name ist Yahya und ich investiere sehr viel Zeit, um in die Moschee zu gehen. Wieso ich das tue, hat einige Gründe. Zum einen besuche ich sozusagen die Moschee schon seit meiner Kindheit. Das ist sozusagen ein Grund, dass ich sozusagen eine persönliche Bindung zur Moschee habe. Und zum anderen ist natürlich zur Religion, dass man die Religion natürlich nie vergessen soll. Speziell, wenn wir in einer westlichen Gemeinschaft sind, wo es nicht wirklich religiös ist oder vielleicht zur Situation kommt, dass es nicht religiös ist. Genau, und das Wichtigste an der ganzen Sache ist, dass man sozusagen darauf achtet, seine Religion immer standhaft zu halten. Und wie man das macht, ist natürlich auch wichtig. Und die große Frage ist, wie man das macht und wie man das erreicht, ist zum einen, dass man auch oft zur Moschee geht, wo man dann halt viele, meinetwegen kleine Sachen immer lernt, aber mit der Zeit werden das dann halt schon eine Menge. Aber dafür muss man halt auch Zeit investieren, für die ganzen anderen Sachen ist es genauso. Der eine, der spielt Fußball, der investiert halt in der Woche so viel Zeit, um besser zu werden. Da muss man dann in der Religion, speziell für den Islam, auch dann eine Zeit in der Woche immer investieren, um ein besserer Mensch bzw. ein religiöser Mensch zu werden. Das muss ja nicht so sein, dass man jetzt streng gläubig sein muss. Es reicht auch, wenn man nur die Religion versteht oder einfach versteht, wie man leben muss, wie man leben soll, ist besser gesagt. Also, ist besser, wenn man das so sagt, weil es wird oft falsch verstanden, beziehungsweise in letzter Zeit wird dann halt oft der Islam schlecht dargestellt. Und um dieses Bild auch den europäischen Leuten zu zeigen, dass es falsch ist, dass der Islam eine schöne Seite hat, beziehungsweise der Islam nur eine schöne Seite hat, wenn man das so streng betrachtet, dass der Prophet und Ahlul Bayt uns so vieles beigebracht hat, dass wir mit den Menschen immer freundlich tolerieren sollen, und auch wenn er eine andere Religion hat, wir sollen, also das sind halt die Dinge, die man einfach sozusagen als Menschlichkeit bezeichnet, und das sind dann halt die Punkte, die man halt einfach hier in der Moschee lernt, beziehungsweise was auch dazu führt, die Wissenschaft beziehungsweise die Lehre von Imam Hussein und Ahlul Bayt auch irgendwie gelehrt bekommt. Ich meine, man kann meinetwegen vom Internet etwas, dann ein Video sich anschauen oder so, aber wenn man das sich sozusagen persönlich von Mensch zu Mensch darüber diskutiert oder es dann sozusagen ins Herz gelehrt bekommen, ist es natürlich was anderes, als wenn man sich ein Video anschaut. Das sind halt die Dinge, die im Leben auch etwas ausmachen, und die Religion lehrt uns auch, wie wir, wie gesagt, leben sollen und wie wir sozusagen problemlos leben können, ohne dass wir diese Probleme mit Schwierigkeit bewältigen müssen. Und dafür ist dann halt auch eine Gemeinschaft, eine islamische Gemeinschaft dann auch in der Moschee vorhanden, die einem jederzeit vielleicht helfen kann. Der eine hat vielleicht Probleme mit der Übersetzung, der kommt dann hierher und fragt jemanden, der richtig gut Deutsch sprechen kann oder das verstehen kann. Da hat er sozusagen als Beispiel jetzt sein Problem gelöst. Und das sind halt viele Beispiele, die man jetzt aufzählen könnte. Und das ist halt der Knackpunkt, dass man eine Gemeinschaft vorfindet, die in der Moschee vorhanden ist und die einem bereit ist, jemandem zu helfen. Und inshallah sind wir auch auf dem Weg, eine Gemeinschaft für die Jugendlichen zu gestalten, die hier in München speziell aktiv wird. Wir hatten jetzt in den letzten Jahren nicht, beziehungsweise bis jetzt noch nie, eine wirklich jugendliche Gemeinschaft gründen können, weil es natürlich seine Zeit braucht und noch nie die Chance hatten, etwas so derartiges und derartiges zu gründen. Und inshallah werden wir das, wir arbeiten gerade daran und werden das in Zukunft dann auch inshallah gestalten, dass die Jugendlichen Spaß haben, hierher zu kommen, verstehen, die Religion verstehen. Was die auch natürlich wollen, die meisten wollen natürlich es verstehen, aber der eine hat vielleicht nicht die Zeit dazu oder es wird nicht ihm angeboten, und inshallah sind wir auf dem Weg, das auch noch zu jedem Jugendlichen dann anzubieten zu können und so dementsprechend dann auch eine schöne Gemeinschaft zu gestalten, sowohl für die ältere Generation als auch die neuere Generation. Und das führt inshallah zu einer Verbreitung der Lehre von Ahlul Bayt, inshallah. So here it is, a small center in the middle of Munich, Germany, with a small community but a strong purpose. This small center has brought the people together, and as you saw, we did get even newer answers to the questions that we had. So far, we've had 5 different answers to the same question, which anyone would expect, you know, an individual answer. So hopefully on the coming days, on this journey, on the coming places we are going to the centers that we are going to see that we have not yet seen, you'll get a wider range of answers and opinions, and see if we can get some sort of correlation with those answers. So all we can say now is that Imam al-Hussein unites us all, because that is what we have been seeing so far, and that is the purpose of our existence.